طوقت قوات مشتركة من الجيش السوداني والدعم السريع وجهاز الأمن شارع النيل في العاصمة الخرطوم، وذلك تنفيذا لخطة أمنية بالقرب من محيط مقر الاعتصام وسط أنباء عن إطلاق نار في المنطقة. وشهد شارع النيل في المنطقة أسفل الجسر الحديدي عمليات قتل وإصابات وسط المواطنين، وذلك وفق ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية السودانية سابقا. وبحسب تقارير صحفية فإن الخطوة تأتي من أجل محاصرة المنطقة بغية تنظيفها بعدما أعلنت السلطات وجود ظواهر سالبة أدت إلى فوضى. من جانبها حذرت قوى إعلان الحرية والتغيير من استخدام العنف في إفراغ المنطقة خوفا من سقوط ضحايا، مشيرة إلى أن المنطقة تقع خارج نطاق الاعتصام.